بسم الله الرحمن الرحيم. ذات الطالبات صف الأول إعدادي، إحنا درسنا النهاردة هو نحن الكشافة للشاعر أحمد شوقي. نتعرف بالشاعر أحمد شوقي، كان من أشهر شعراء العصر الحديث ويخد لقب أمير الشعراء، وكان مولده وفاته في القاهرة. اتولد سنة 1868 ومات 1932، ونشأ في ظل البيت المالك بمصر. اتعلم في مدارس حكومية، درس مدرسة حقوق. الخديوي توفيق أرسله لفرنسا عشان يتابع دراسة الحقوق، واطلع على الأدب الفرنسي. رجع سنة 1891 فاتعين رئيس للقلم الإفرنجي في ديوان الخليج في ديوان الخديوي عباس، وكتب فيه أكثر فنون الشعر، وكتب فيه الشعر وكتب في الشعر التمثيلي، وكتب بعض النثر، ولكن الشعر كانت له الشهرة الطاغية. تعالوا نشوف النص. يقول الشاعر: نحن الكشافة في الوادي، جبريل الروح لنا حادي. يبقى نحن الكشافة في الوادي، جبريل الروح لنا حادي. يا رب بعيسى والهادي وبموسى خذ بيد الوطني. كشافة مصر وصبيتها ومناة الدار ومنيتها، وجمال الأرض وحليتها وطلائع أفراح المدن. نبتدر الخير ونستبقه ما يرضي الخالق والخلق، بالنفس وخالقها نشكو ونزيد وثوقا في المحن. نبني الأبدان وتبنينا والهمة في الجسم المرن. في الصدق نشأنا والكرم والعفة عن ما حرم. رواية التشكيل: نحن الكشافة في الوادي، جبريل الروح لنا حادي، يا رب بعيسى والهادي وبموسى خذ بيد الوطني. كشافة مصر وصبيتها، أو كشافة مصر وصبيتها، ومناة الدار ومنيتها، وجمال الأرض وحليتها، وطلائع أفراح المدن. نبتدر الخير ونستبق ما يرضي الخالق والخلق، بالنفس وخالقها نثق ونزيد وثوقا في المحن. نبني الأبدان وتبنينا والهمة في الجسم المرن. في الصدق نشأنا والكرم والعوف بتاع مس الحرم. مع المفردات: الوادي هو كل من فرق شك بين الجبال والتلال، تسيل فيه الماء والمراد مصر، جمع أودية ووديان. جبريل أحد الملائكة وهو الموكل بنزول الوحي على الأنبياء. الروح اللي هو لقب جبريل. حادي الذي غنى للإبل كي تسرع، والجمع حداء. الهادي حادي برضو يعني قائد. الهادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لنهدى الناس إلى صراط الله المستقيم. خذ بيد الوطن المراد تساعدها. صبيتها المفرد صبي وهو الصغير الذي لم يفطم، والجمع صبيات. منيتها ما يتمناه، ومنيتها ما يتمناه الإنسان يبتغي في الحياة، والجمع منى. والمنية هي الأمنية، والجمع منى. حليتها زينتها، والجمع حلي. طلائع المفرد طالع وهو أول ما يطلع أو المقدمة. نبتدر الخير نسرع عليه، نستبق نتسابق. الخير ما يزرع عن النفس من أفعال الخير، والشر والجمع الأخلاق. نثق نصدق ونأتمن. المحن الشدة والبلاء، المفرد محنة. الأبدان الأجسام، المفرد البدن. الهمة العزم القوي، والجمع الهمم. المرن اللين، نشأنا تربينا. العفة ترك الشهوات من كل شيء، مس ملامسة الشهوات والمراد الاقتراب منها. الحرم ما لا يحل انتهاكه، والمفرد محرم. الشرح: الشاعر بيدعو بأن يحفظ مصر من كل سوء، فبيقول على لسانه: نحن كشافة مصر بندافع عن وطننا، وجبريل بيمدنا بالروح القدس بالقوة اللي هتخلينا ندافع عن الوطن. وبيتوسل الشاعر بعيسى عليه السلام كلمة الله، وبمحمد خير خلق الله، وبموسى كليم الله، عشان ناخد بإيد الوطن وينصره. كشافة مصر من الشباب والصبية هم أمنية الوطن التي يرتقي إليها وهم مستقبله.
مصر، وهم مصدر الجمال والبهاء في هذه الأرض، وهم زينتها في المقدمة اللي هم هيجيبوا لها الأفراح لهذا الوطن. من أهم ما يميز ما يعني من أهم اللي بيميز الكشافة دول والإسراع والتسابق في الخير بما يرضي الله عز وجل، وبيتفق مع الأخلاق الحميدة بالنفس وما يصدر عنها من أفعال أو الشر بالخالق سبحانه. نطمئن وبنزيد ثقة بالمحن والشدائد التي تبرز معدن الإنسان. والشاعر هنا بيوضح لنا مدى عظمة هؤلاء الكشافة. يتحدث الشاعر على لسان الكشافة الذين يؤكدون أنهم يبنون أجسامهم بيستعدوا لخدمة وطنهم، فلديهم عزم قوة في هذه الأجسام التي تبدو لينة قوية. لقد نشأ هؤلاء على الصدق والكرم والعفة، وكلها صفات عظيمة وأعمى البعد عن محارم أخلاق. مظاهر الجمال، نحن الكشافة، تعبير يدل على الاعتزاز والفخر والتخصيص. جبريل الروح لنا هادئ، تعبير تعظيم وتكريم للكشافة بأن يكون مرشدهم جبريل. يا رب بعيسى والهادي، أسلوب نداء غرض ودعاء يدل على تسامح الشعر وتعظيم الأنبياء. خش بيد الوطن، أسلوب أمر غرض ودعاء وشبه الوطن بإنسان يحتاج إلى مساعدة. الواد وحدي اتفاق يعطي نغمة موسيقى تطرب لها الأذن. كشافة مصر، إضافة الكشافة لمصر للتعظيم، مناة الدار ومناة التعبير يدل على دورهم فهم أمل الوطن. جمال الأرض شبهها الكشافة بالزينة والحلي. طلائع أفراح المدن يدل على أثر الكشافة في فرص تقدم المجتمع، وطلائع توحي أنهم في المقدمة دائما. أفراح المدن شبهها المدن بأشخاص تفرح سبيتها ومنيتها. اتفاق الأواخر يأتي نغمة موسيقية. نبتدئ الخير ونستبق ما يرضي الخالق والخلق بالنفس الخالق نسكو ونزيده سوقا في المحن. نبتدئ الخير ونستبق يدل على النشاط والإسراع في العمل والعطف لتوكيد حب الخير والمدارة لتجاوز الاستمرار. ما يرضي الخالق والخلق العطف للعموم. الخالق والخلق شبه يأتي نغمة موسيقية. اتفاق لفظ يعني بالنفس وخليك نشكو اسلوب كسر بتقديم الجر والمجرور اللي هو الباء اللي هو حرف الجر. النفس المجرور بيفيد التخصيص والتوكيد. نزيد وشوكة في المحن يدل على الثقة بالله وبالنفس. في الشدائد مشتقة لقوله تعالى إن مع العسر يسر. لما الأبدان يدل على قوة أجسامهم ومرونتها، وشبه الأبدان ببنائها. والهمة في الجسم المرن يدل على أثر الكشافة في نشاط وهمة الجسم. في الصدق نشأنا والكرم، أسلوب كسر بتقديم الجر والمجرور بيفيد التوكيد والتخصيص. الصدق الكرم العفة صفات تدل على حسن أخلاقهم. العفة المس الحرم يدل على عدم ارتكاب الحرم. العفة الحرم تدل يوضح المعنى مس الحرم شبه الشيء المحرم بشيء مادي. أسئلة لينا بقى، ماذا تعرف عن جماعة الكشافة؟ هنقول لهم هو نظام تهذيبي يهدف إلى تكوين الشخصية عن طريق التعاون والاعتماد على النفس ووسيلته الرحلات والمعسكرات. ما الروح التي تدفع الكشافة؟ وهي الروح سيدنا جبريل عليه السلام. لماذا خص الشعر سيدنا موسى محمد وموسى وعيسى؟ لأنهم لهم مكانة عظيمة عند الله. فسيدنا محمد خير الخلق، وسيدنا عيسى روح الخلق، وسيدنا موسى كليم الله. أو قول يعني لأن لهم مكانة عظيمة عند الله. متى يزداد إيماننا بالله؟ يزداد إيماننا بالله في كل الأوقات، خاصة في أوقات المحن والشدائد. بما اتسم أسلوب الشعر، اتسم بوضوح المعاني والأفكار وتأثره بالقرآن الكريم وجمال التصوير والترتيب المنطقي. بما دعا الشاعر للكشافة مصر، هنقول أول حاجة دعا للكشافة بأن هو يحفظهم، بأن ربنا يحفظهم ويرعاهم لأنهم أمل الوطن وسعادته. دعا مصر بأنه يحفظها ويرعاهم من كل سوء. الصفات اللي يتعلمها الكشاف اللي هو العضو يعني، تعلم الصدق والكرم والمسارعة لفعل الخير والعفة والنشاط ومساعدة الآخرين. بيقول لنا ما يحدث لو اتصف الشباب بالأخلاق الحميدة تقدمت البلد وارتقى المجتمع وحبهم الناس. مارس الشباب الرياضة، تقوى أجسامهم وأبدانهم وعقولهم، وابتعدوا عن الحرام والانحراف. وضح دور الكشاف. هقول له واحد، تعود الشباب على الاعتماد على النفس. تعود الشباب على خدمة أنفسهم والمجتمع. تعود الشباب على الصدق والكرم والنشاط. وعود الشباب على الرقي بالوطن وتقدمه بالعمل. ده على مساحة ورد دور الكشافة سلبي في المجتمع خطأ. تسعى الكشافة لرفعة الوطن صح. أظن كده نكون فهمنا الدرس، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.